صباح الخير عليك يا بسنت. حرانه ولا بردان؟ حرانه قوي، حرانه قوي طول الوقت بصراحه، والجو حر قوي. واليومين دول يعني صعبين، يعني كمان لسه نسب الرطوبه هتعلى بقى في شهر 8، فربنا يكون في عوننا. تابعت امبارح اللي قاله جوتيريش؟ لا في الحقيقه امبارح انطونيو جوتيريش الامين العام للامم المتحده قال ان احنا تحولنا من مرحله الاحتباس الحراري لمرحله الغليان العالمي. بالظبط بالظبط، شفت التصريحات، يعني ما تابعتش الكلمه لكن شفت التصريحات، ودي معناها ان احنا وصلنا لدرجات حراره غير مسبوقه على كوكب الارض، وان شهر يوليو بيسجل اعلى درجه حراره في التاريخ، بيقول لك لم يسجلها من قبل. وده طبعا راجع لظاهره اسمها ظاهره النينو، اللي ربما شرحناها قبل كده، ان يعني الحر مش عارف ينفذ من طبقات الغلاف الجوي، فبيروح ويرجع بيروح ويرجع. فعمال الدنيا ايه بتزداد سخونه. وجوتيريش قال جملة مهمة جدا في التصريحات دي، قال ان احنا ما توقعناش ان الموضوع يبقى بالسرعة دي. قال احنا لا طالما حذرنا ولا طالما قلنا، والأمم المتحدة اكتر منظمة قالت، ولكن لم نتوقع ان هذا الاحترار الحراري او هذا الغليان العالمي يأتي بهذه السرعة. طبعا الموضوع في العالم كله مش في مصر بس، درجات حرارة مش يعني بتسجلها القارة الأوروبية ما سجلتهاش على مدار السنوات السابقة، حالة طبعا مش مفهومة. في مصر على مدار اليومين اللي فاتوا شفنا موجة يعني أثرت علينا بشكل غير طبيعي. الموجة دي شهدت ارتفاع كبير جدا في درجات الحرارة على أغلب المحافظات في مصر، وصفت بالحر الخليجي. معروف أن مصر درجات الحرارة المرتفعة فيها بتبدأ تهل علينا يعني مع بداية شهر أغسطس، ولكن احنا تفاجئنا بصراحة ببشاير الصيف الصعبة اللي بتهل علينا من أول يوم في شهر يوليو، وده اللي يمكن خلى مجموعة كبيرة جدا من العلماء اللي شغالين في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يصفوا شهر يوليو بأن هو سجل أعلى درجة حرارة من حوالي 120 ألف سنة. يعني في ايه؟ ربنا يستر على اغسطس. ربنا يستر عليه. يعني عايزه اقول لك يا مصطفى انه فعلا احساسنا كمان بالحراره، يعني حتى ممكن يقول لك دايما خبراء الارصاد الجويه يقولوا لك ايه، ممكن تبقى درجه الحراره في الثلاثينات لكن احساسك بيها هيبقى مرتفع اكتر. فبقالنا فتره طول الوقت الجو حر جدا جدا، حاسين بالحر جدا جدا. حتى في الشتاء على فكره بقينا بنحس بدرجات الحراره المنخفضه جداً. بزياده درجات الحراره بقت متباينه بشكل كبير قوي. ده طبعا بيرجع للتغير المناخي اللي احنا بنتكلم فيه على طول، ويمكن العالم كله بيحاول دلوقتي ان هو يقلل من استخدام الكربون دايوكسيد عشان الحاجات الكتيره اللي احنا بنتعرض ليها. للاسف في بلاد كتيره قوي تعرضت لحرائق، بلاد مش بعيده عنا على فكره. بالظبط، بلاد عربية كمان. بنتكلم عن بلاد كتيرة كمان بتتعرض للفيضانات في الشتاء وغيره وغيره. زي ما احنا دايما المصريين بنحب نقول الحمد لله ان احنا احسن من غيرنا، ودي حقيقة. الحمد لله ان هي جاية على قد درجات حرارة مرتفعة، او شعورنا بدرجات الحرارة المرتفعة. حرارة في الاول في الاخر ما تخطتش 45 درجة في بعض المحافظات اللي هي اصلا كتير 45 درجة، لكن الحمد لله. لانه لو حضرتك تابعت الاخبار واحوال الطقس في بعض الدول زي ما اتكلمنا، انه دوله قريبه جدا منا على المتوسط زي اليونان تعرضت لحرائق كبيره جدا. طبعا الولايات المتحده الامريكيه مثلا هتكتشف ان الحدوت عندهم مختلفه تماما وصعبه جدا جدا، انه بعض الولايات عندهم للاسف مش بس بيبقى فيها درجات حراره عاليه بتتخطى ال 50 درجه مئويه، لا كمان بيبقى في بعض الولايات عندهم اعاصير، وده بيبقى اصلا النوى بتاعتهم او ده الوقت اللي بيحصل فيها الاعاصير. لكن مع درجات الحراره الكبيره والضخمه بتبقى الموضوع اصعب واصعب. عشان كده لازم ناخد بالنا كلنا خلال الفتره الجايه. اي نعم في انخفاض طفيف في درجات الحراره اليومين الجايين زي ما طبعا دكتوره منار دايما بتقول لنا او قالت لنا امبارح، لكن ده مش معناه ان حراره الجو مش هترجع تواصل ارتفاعها مره تانية. وزي ما احنا كنا بنتكلم دايما يا مصطفى ان شهر اغسطس للاسف هو الشهر بتاع البيك بتاع الحراره العاليه او الرطوبه كمان. بالظبط، الرطوبه اكزاكتلي هو ده المصطلح الحقيقي اللي ما بيخليناش نعرف نتنفس كويس. بتحس فعلا درجات الحراره مهما كانت، يعني حتى اقول لك درجه الحراره مش عارف 41 لكن درجه الحراره المحسوسه 46. ايه المحسوسه دي؟ يعني شعورك بالدرجه كمان اعلى، يعني شعورك أعلى. بالدرجه دي اعلى، هو ده الكلام اللي بنتكلم فيه. علشان كده لازم نعتني بصحتنا، نخلي بالنا من الظروف اللي طرقت بسبب احوال الطقس الجديده. يعني مثلا
على سبيل المثال كل خبراء التغذيه بيقول لك في هذه الموجه الحاره لازم تشرب سوائل كتير جدا على قد ما تقدر. لو بتشرب ازازه ميه اشرب 2، لو بتشرب 2 اشرب 4، لو انت ماشي في الشارع امشي في الظل، بلاش تعرض نفسك لاشعه الشمس، وخصوصا في الفتره اللي في النص لما نتكلم مثلا فيها مثلا من الساعه 11 للساعه 4 الشمس بتبقى فعلا ممكن يعني تعمل حاجات كتير جدا جدا في دماغك. بلاش تبذل مجهود بدني كبير وخصوصا في الفتره دي. الطاقيه مهمه جدا في اليومين اللي جايين دول، خليها دايما معاك. بلاش الوجبات والاكلات السخنه لان هي هتسبب لك اضرار صحيه، هتاثر لك على جهازك الهضمي. لازم تفرق ما بين حاجه اسمها الاجهاد الحراري وضربه الشمس. الاجهاد الحراري ده هيجي لناس كتير جدا، وجالي بالمناسبه. يعني انت بتحس ان انت عندك ضربه شمس بس ما هياش ضربه شمس، لكن مره واحده بتلاقي درجه حرارتك عليت جدا. وبتبقى ساكن كده وكامن، ومره واحده تلاقي نفسك. كنت لسه اسالك، بتحصل لك فجاه صح؟ بتحصل لك فجاه جدا. انت بتتعب جدا جدا من الشمس، وبتروح دايخ، بتنام بتبقى كويس ممكن يوم اثنين، لكن التالت تلاقي نفسك درجه حرارتك بقت 38 39. تسال نفسك هو في ايه؟ هو طب انا اكلت حاجه غلط؟ طب هل ده دور؟ لا، ده حاجه اسمها الاجهاد الحراري. الجسم بيبقى مخزن حراره وبتطلع عليه مره ثانيه. يعني ربنا يكون في عون كل الناس اللي بتشتغل في الشمس اكيد. لو والله يعني والله لو شغل حضرتك ما بيستدعيش ان انت تقف في الشمس كتير يبقى ما فيش داعي. كمان الميه يا مصطفى مهمه قوي جدا 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 جدا. يا ريت كلنا نبقى يعني يعني بنعمل ده كتير، او بنشرب ميه كتير قوي. لو احنا في الشارع ماشيين معانا ازايز ميه ممكن نملاها من البيت ونديها للناس العمال اللي بيبقوا في الشارع. تمام. لو في امكانيه لده، لانه هنساعدهم كتير قوي. لان الميه في الحقيقه هي وسيله دفاع قويه لحمايه الجسم في فصل الصيف، لانها بتحافظ على درجه حراره جسمك تخليها طبيعيه، بتعوض السوائل اللي يمكن جسمك فقدها اثناء درجات الحراره المرتفعه، بتديك طاقه وبتحسن من وظائف خلايا الجسم، بتحافظ طبعا على البشره. وعلى اي حال احنا يعني بنتمنى ان شاء الله ربنا يسلم ويعدي اليومين الحر الجايين دول على خير. انا بحب الصيف بس مش الدرجات دي يعني. انا يمكن مش ده الصيف اللي بحبه. مش ده الصيف اللي انا بحبه. يمكن كنا بنتكلم عن بتحبوا الصيف اكتر ولا الشتاء من قريب، لكن مش ده الصيف اللي انا اقصده خالص. انا كمان بشفق جدا على الاجيال اللي جايه، لانه لو الوتيره فضلت مستمره بالطريقه دي احنا درجات الحراره هتفضل ترتفع سنه بعد سنه اكتر واكتر، لانه زي ما انت قلت درجات الحراره مش عارفه تخرج من طبقه الاوزون. ده حقيقي. انا قعدت افكر فتره طويله هم ليه سموهم زد جينيريشن، ربما يبقى هو ده السبب. يعني يعني انا بجد بشفق عليهم فعلا، لانه يعني هم احنا الدول العالم كلها لازم فعلا تقف يعني لموضوع الاحتباس الحراري او التغير المناخي. ويمكن مصر عامله دور كبير قوي في الموضوع ده، يمكن استضفنا كوب 27 عندنا في نوفمبر اللي فات. لكن فعلا لازم الدول المسببه في التغير المناخي الرئيسيه يعني يعني سياستها. خلاص تغير سياستها فعلا وتاخد خطوه ايجابيه تجاه تغيير اللي بيحصل فينا ده الفتره دي، لان الكوكب فعلا كله الموضوع بقى صعب قوي. وزي ما انت قلت في بعض الدول يعني بيحصل فيها كوارث، والغابات اللي بتتحرق طول الوقت دي اصلا هي من الحاجات اللي بتسبب درجات حراره منخفضه. يعني هو الاشجار الكتير رئه الارض بيسموها رئه الارض بالظبط رئه الارض. فعلى كل حال زي ما بنقول ربنا يسلم، وان شاء الله ان شاء الله يعني اليومين دول يعدوا على خير. لكن عايزين من حضراتكم تاخدوا بالكم، تكونوا دايما حريصين ان انتم ما تقفوش في تحت اشعه الشمس الضاره في الوقت ده بالذات، من درجات طبعا من الساعة 12 للساعة 4 أو حتى بعد كده كمان، لأن الشمس بتبقى حامية جدا. زي ما مصطفى قال يعني احرصوا ان انتوا يكون معاكم طواقي في الفترة اللي جاية عشان تحميكم من الشمس. المية مهمة جدا لو تاخدوها معاكم، ولو في إمكانية ان انتوا تدوا للعمال اللي في الشارع. على كل حال بنصبح لحضراتكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.